نيجي بعد كده للباتيلا والباتيلو فيمورال جوينت. الرطفة اللي هي الباتيلا هي أكبر سيسامويد بون موجودة في الجسم، وبتكون متثبتة ومدمجة مع الكوادريسبس تندون. والباتيلا هي عبارة عن عظمة مسطحة ومثلثة الشكل، وليها بيز أو قاعدة قريبة والقمة أو إيبكس بعيدة. الباتيلا بيكون لها سطح أمامي وخلفي، وبتحتوي على ثلاث حدود: سوبيريور وميديال ولاترال. البيز اوف ذا باتيلا عبارة عن رافند إيريان اللي هي منطقة خشنة بيتصل بها كل من ريكتاس فيوريز ماسل وفاستاس انترميدياس ماسل، بينما الميديال بوردر بيتصل به فاستاس ميدياليس ماسل، واللاترال بوردر بيتصل به فاستاس لاتراليس ماسل. البوستيريور سيرفيس او السطح الخلفي مغطى باكبر طبقة غضروف مفصلية موجودة في الجسم. في منتصف السطح الخلفي للرطفة بينقسم بواسطة فيرتيكال ريدج الى ميديال فاسيت ولاترال فاسيت. اللاترال فاسيت هو الاكبر ويتمثل مع اللاترال فيمورال كوندايل، والميديال فاسيت هو الاصغر ويتمثل مع الميديال فيمورال كوندايل. الباتيلا بتحمي المفصل الامامي للركبه، وبتعمل على زياده فعاليه الكوادريسبس اكستنسور سيستم.